بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس ويس 93 من دروس فقه السنة النبوية، ودرس ويس 17 من دروس الاقتصاد الإسلامي قواعد وقيم، وذي الحلقة في السبعة من موضوع التوزيع قواعد وقيم. مثلا كنت سمحتيغ ذي الدروس اللي عدان نبدا الموضوع اسميه التوزيع قواعد وقيم. ألف على مستوى الفرد، أساقي إن شاء الله نخدم باء على مستوى الأمة. على مستوى الفرد يعني سيم ريم ذنن إفكاد ربي سبحانه رفع الطرق للتوزيع. طريقة مزواروث الهبة دوناسيون شرحيسيد. طريقة في السناف الوصية تستامون شرحيسيد. في السلافة الميراث، الميراث يفضل ربي سبحانه عز وجل في مذان المرة أكني كفغا ماشي أكني نفغا معنتها ورساري ونلحق ذينا مثلا يعقب ونمي في كربي في الثلاثة نكون أسن كسسن في كثير ستة ونمي في كربي النفس أسيني بزاف عليه تلا ماركانتي وريح وجرا أدنس كشم خيرا اللي يكون سيدي راسي واعتبارات لا وزن لها نغيي ونفكاس ربي نكون أسن كس في قذاقية كون شرحي ثنتي ذا التوزيع، توزيع الثروات، توزيع الأموال، توزيع التركات إلا على حساب القرآن أكد السنة. في صربعة ثان جاروث نشرح حسي الدرس نعدان اللي هو موضوع الحبوس الأوقاف. نفكاد شو الفايدة الحبوس، شو الفايدة الأوقاف هاقيني ننادن دال غاشيس دي باسين لليميت دي ثوذر ثنسان الأوقاف يخدميثين دار ربي سبحانه وشرع عن سيدي ربي الفايدة الأمة ماشي باش استخدمني مذانا الحبوس باش اظهر من غد حقرا ونفكا ونديك العقود سلامسا ان دانس افضي ونخدم العقد عقد الحبوس اسيني اذجاغ ثمورثي وثزمورثي وخامي وكذا كذا امي اكذم ميسن امي اكذم ميسن ميسن امي في الدور يسيسك ولا شي ثنتياك ما يطاس أسيني سعنت الغلة أذ شنت أذ سونت أذ مثنت نقطة إلى السطر لأن دا يثمثن في قذاقي خاطي وله انت الذي شرع صير ربي سبحانه وجوز انت لا خطر. لا يجوز لقواعد الحبس أو الوقف أن تلغي قواعد الميراث ورجوزارة الحبوس بشضر ظن القواعد نغ الأحكام إذ يفكر ربي سبحانه ذوين يعنان المواريث. ثورة السجيف مثلا ذي الحلقات السبعة أدن مسليف با التوزيع على مستوى المجتمع أو على مستوى الأمة ذاقي أيث مثلا لنسه القواعد سنة القواعد نكون دوسة كوين مزوالات اسمين تنفذا ندلات القواعد ندلات القيم الشرعة يفكر إن راجل قاعدة من ذخليس قيمة اون فالور قيمه. توزيع المال، المال كيف مثلا ما كنت زرا ما كنت حصى مي ساعه ازال ذا القران اين تكسفض فوسيك ينك يفتاك الشرع مشى تفضوض اين تكسب الامه اين تكسب الدوله اين تكسب المجتمع وتجار ربي سبحانه عز وجل بلا ما ينجرس دافريد بلا ما يفقنس القواعد. لنسات القواعد سيم قرانين قاعدة ثم زواروث القاعدة الأولى أو القيمة الأولى تكريم الإنسان. القاعدة الثانية أو الضابط الثاني أو القيمة الثانية هي قيمة العدل. أنت نشرح بالتفصيل. القيمة الأولى تكريم الإنسان، الإنسان كرمث ربي سبحانه الآية أطاسي قلال منها يمدين ربي في سورة الإسراء الآية 70 ولقد كرمنا بني آدم، يعني ربي سبحانه يكرم بني آدم المدينة الأخير وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
سيدي ربي يكرم الإنسان، لا ترمى مكرم، يفكيس ربي أزال، يفكيس ربي القيمة، يكرميث. أم بعدين وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شي طبيعي ربي فضل أمذانا في خلقي ثياء وككن ملا نفكيهم ديون واسل لخير الجملة أزدن عودة ساك. لانت أربع موجودات، أربعة إلى الجماد ظازرو أكد وين في شوفان إلا سفلى إلا النبات أو الشجر دحشيش طجرة يفضل ربي ذا في قذاكي في زرو يفكاس دي كاركتيريستيك كنت يفكاري وزرو الحشيش يتبدل وذام مثلا دزيزا مثلا دورا مثلا كذا تجرات في كذا الغلا تيمغور تنفيس الى اخره سعى الصفات تجرى وسنتسارة وزرو الشجر يملك الصفات التي لا يملكها الحجر انا لذي النيفو الحيوان الحيوان ذا الغم ذا زقر ذا خرفي صغط الحيوان يسعى الصفات وانت سعر للحشيش وبالعكس الحشيش يتشاث الحيوان يسخر ربي سبحانه الحشيش باش يتشاث الحيوان باش يصحي الى اخره الانسان سفلى والقمه للطب الجماد ام بعد النبات والشجر ام بعد وثلاثه الحيوان وثلاثه ادياس الانسان الله يبارك صافي الإنسان مكرم والدليل التكريم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سيدي ربي سبحانه عز وجل إسخراس داك يومذان أينكم إسلام أما ظزرو أثنت كفوس بمذان أذي فلوسيس الجامع أنا أذي فلوسيس تبرنا هو إنسان يتحمل المسؤولية ظزرو أزرو ماهوش مسؤول أزرو إما تخل مضي الفني نغي وهدو يولا دير في ظازرو أذي وث إجماسين سلمة ثينا العنف أزرو أزرو ما هوش مسؤول وسقضى القاضي ولا ظازرو ظازرو قنطون يساس دي البوان فابل غا يموت خطي أم بعد الإنسان ذا ربي سبحانه يسخرس الشجر الشجر والنبات وكذا يسخرس الحيوان أكذ الذيور إلى آخره لذلك مدام الإنسان مكرم ولنت آية على كل حال في هذا الباب أكتفي بهذه الآية في سورة الإسراء الآية 73 ذاكي فغنتد ثلاثا ثمرات تيم قرانين مدام الإنسان مكرم ثمرة في ثم زواروث الإنسان المكرم يشعر بالسعادة يشعر بالحرية مدام ربي يكرم أمذان أسين الحمد لله كيني حر يرنيس العقيدة عقيدة التوحيد التي تحرره من جميع القيود والسلاسل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها العقيدة تشعر الإنسان بالحرية يعني كل القيود تحرر منها وأعلن إيمانه وعقيدته بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يستعبد الإنسان خوفا على أجله ولا خوفا على مصيره وخوفا على مستقبله والآيات تدل على ذلك كثيرة منها إمدنا ربي سبحانه القرآن الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا حقين يوران مرحبا استكشار ربي وربنا ديال في آية أخرى في الأرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون سورة الذاريات وإن يغيد وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ويناد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويناد فلان غولة في الدريان نقف لدسا يناد في ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقذي اللوزن نغوقذ اللاز ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إيش حال الآيات في قلقي مرة
أغد فقنت بلي أمذن حر إساء الحرية أمذن مكرم مدن يحول فاستكريمكي أذيلي داخلي سعيد مطمئن مرتاح سين يا ربي الحمد لله إميد في كذا الحرية إميد في كذا الكرامة. طيب ثمرة السناف الشعور بالتكريم تكريم الله للإنسان يفجر فيه الطاقات الكامنة ما عندها ربي فكاري ومذان لزينيرجي أطاس الطاقات مثولة من العف ذا فنيان ما تشيل معنى ربو سيفكارا ذنتسي ذا فنيان عطل المواهب ابن عطاء الله السكندري يقارن بولا شكيف يون يمدح وايض من بعد شو يمدحيث يعني شكريث أشوك سالي زيني رجي شو بيني الهان أبرايا شو سينا إن يس ربي سبحانه هو الذي منحك المواهب منحك المواهب من بعد شو سينا إن يس فاشكر الذي منحك لا الذي مدحك أتشكر وينك ديف كان الله الذي منحك لا العبد الذي مدحك لذلك جماعة الخير ربي فيك الطاقات طاقات عقلية طاقات قوية أشو الفرقية أنه يابانية وذا جزائرية أشو الفرقية رسم ما هو الفرق ما يليون الطاقة سيفك ربي القوة سيفك ربي سخدمي الله يبارك ما يلا يتفنين يدي تروية كل زيني رجيس دي فكار ربي سبحانه سي نورمال هذا يغال ذنقرو أوري تقدم أوري تطوير أوري تحضر إلى آخره لذلك يا أيها الناس والله العظيم أرد أخف دام قرآن دار واحد مدي هضر دي لوموراقي هذا يحزن تقولي سيني أي غر أسل جماعة عزيزا ربي سبحانه كمي سلام الله ذان مي سلام الله ذان أشهد أدروح ما تزالي فذروا البيع ما أنت الإنسان رف العمل وهذا لا يعني أنه لا يأخذ قسطا من الراحة يبغى يرتاح يرتاح ولكن ما يخدم ذهني الهان أم بعد من فكت ظلي ثربينات فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني راحة عبادة بين عمل وعمل والكل عبادة بمفهومها العام مفهوم وذيل ذي تجاريس وذيل ذي الحرثيس وذيل ذي الشواليس وكذا صد الأذن الجمعة على رجال الأمة أن روال أن روح نزال بعد الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ولش الدين يقف كان القيمة الخذمة أم الإسلام أبدا ناذي ذي الفلسفات القديمة ناذي ذي الحضارات القديمة الفرعونية الفينيقية الآشورية البابلية الرومانية الأمازيغية الغربية المعاصرة أورث تفضارة ذا شقف كان أزال الخذمة أم الدين النغ بس كور بيزرا يفكيغ الطاقات يفكيغ لذلك توضى مغار يسعى 8 سنة مازال يخدم ثم غار فكثيرو حسن غارة أتنقش أدفغري في بخان زدت بورث إذا بحرثيس أتخدم الحوضي في الفل نغن طماطيش نغن الفاطاطا الله يذكرها بالخير أسيدي ما شاء الله مثل يغال قل منسي ضرا يغال في ذحير في السوق كل شيء يغال يشدر السوق الفحاير النغ وغال للسواق مشكلة فيكي أزمة عمل أزمة حضارية كبيرة جدا ذين ميد النغ نقطة جيث مثلا ربي سبحانه ما لن شعر الكرامة يغدي في كاربس الحرية هذا في الحقيقة المفروض يفجر الطاقات الكامنة فينا في ثلاثة ثمرة ثالثة يفجر يا نبيع الخير في الإنسان معنى الإنسان يسعى الخير يسعى غير الروج يسعى الحنان يسعى الخير تقوليس ما يحلف بالإنسان مكرم سير ربي سبحانه المفروض أذي يخدم الخير ماشي كانت قيمانيس أذي يخدم الخير يأكل قمذانا وياض. طيب سيدي القيمة الثانية أدم سليغ شطح في العدل قيمة العدل ند القيمة الأولى الضابط الأول القاعدة الأولى تكريم الله للإنسان الضابط الثاني القاعدة الثانية القيمة الثانية العدل ألف
نصوص دالة وآمرة بالعدل، دالة على العدل أو آمرة بالعدل. أتصي قلان أدخثر من الكتاب والسنة. ما يلي سورة النحل ربي نادي الآية 96، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ربي يأمر، ولا يمكن أن نعرف أو أن نطبق الأمر إلا إذا عرفنا الآمر. ونزمر را أن طبق نوردر منسين را وثي ديف كان أنوى نكون في الدولي سنغ كان سنغي ونخدم خدم أكي ما نخدمش سنغ ديريكتور دينا أكي نحبس ما ديتور خدم إيوكا سنغ بي دي جي بي دي ثلاثة بريزيدون ديريكتور جينيرال انشتيلاف يا حصرة أخي خدم سل الفرح وكي جالنا شي طبيعي ماشي الحرام ما نخدمك يا خطر إلا قادرين تل لي فالور كاع ديرين تل سميس لا هيرارشي ديال هذا السلم إلا قادرين شي طبيعي ولكن لله المثل الأعلى. ربي ناد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يكفي وشرحنا فيما سبق في موضوع العدل تفاصيل هذه الآيات. الآية من يظن إناد في سورة النساء 58، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. القاعدة يجي جنرال يابسترات، قاعدة عامة ومجردة، معنى في أي موقع كنت أندث اليض سوق مشطوحة لماذا القرآن أكون طفل من ريسبونسابيليتي طفل مسؤولية ذي الدولة ذي الأمة. الآية يجي أستقار طبق العدل، ولكن على الناس وإذا حكمتم بين الناس بين الناس sans exception بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية نظر في سورة الأعراف الآية 29، قل أمر ربي بالقسط. القسط معنى العدل. ذاغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سورة الشورى، وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم، يعني أمر النبيون على رأس محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الناس. أي أن الحديث وايض أكتفي بهذا، هناك آيات كثيرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مدينة حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة الصناف سيدي ربي ثنيوي غثيلينس يوم القيامة أن دولش ثيلي سوى ثيلينس نكوي ثلاث بدوش يسخانة أن تقليف ثيلي أن دثلا وننسار كلمات زره دياوي ونمي خسارة السقم إلى آخره. أصغال أخين يا أصغال يو أصغال يوم القيامة يثمثن لا يطاق لا كلمات زر ولا ثيلين تجرى ولا ثلا يوثن تيلين. ربي سبحانه إنك سبع الصناف أرى يعيش ذين وما يفكر ربي ثيليس أم زوارو الصنف أم زوارو إمام عادل وين ريح كمني مذانا وذي يخذم لعذل أفوص ربثنا وض. الحديث طويل، الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. أدنغ الأربع نصوص تمنع نقيض العدل أي الظلم. أطاس منها إن ربي في القرآن كان في سورة الشورى الآية 40، إنه لا يحب الظالمين. أربي أريح ملالا وقاذي ظلما الظالمين أكن فغون اللان أمام الظلم ظلم أمام قر. ينادي الله ينظر في سورة الأنعام الآية 21، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم جمع سيفك ربي الفلاح، جمع سيفك ربي النجاح، سوى الخسارة تمديثيس عاجلا أو آجلا. في سورة طه يناد وقد خاب من حمل ظلما. سورة طه الآية 111 وقد خاب الخيبة الخسارة والتباب من حمل ظلما. ذكي علماء التفسير ناد حمل ظلما معنى يبويث قول غيس تقوليس تقذمنيس يا الله طيف خطر ليون أذي ظلم من ذاك ممكن أتفضيون من ذاك أذي ظلم
أتفض ذو قول هذه ظلم يباس أما إلى أدمينستراسيا أما ذي الحاكم أما أنت إلا مليون الكاليتين أهو وين ديوسان يظلميث سانس اكسبسيا سيضا الفلان إيهو هالدرجة يجي مقار كان كاخذ ماين إلهان لا أخطر يحمل ظلمة ذو قول غيس يحمل الباطل يرفذيث ذك ذامنيس ذك جيلسيس ذك قوليس ذا سفري سيبوس ربي سبحانه يهضرت في الكاليتي وما أنه إنسان يظلم أحيانا ممكن بابا سيظلم ميس يظلم ميس يما ستظلم يليس الجار يظلم الجار أما علم هذه ظلم خداميس صاري يضرع ولكن من المسي ينتقل لا هذا غادي يثوى يستغفر الله لا إله محمد رسول الله سمحتي أذن جار أذن والله سافريد والسلام هذه المشكلة لذلك رب سبحانه يكتبس الخيبة يكتبس التباب والخسران أدنو غال ذي الآية أيضا في سورة الكهف الآية 59 وتلك القرى أهلكناهم ذاك ما تمذيرين ما تذرين ما ذي ذرمان ما أيغر سيدي ربي سنفك الهلاك لما ظلموا باش انظر بلي الظلم مؤذن بخراب العمران وبخراب الحضارات ميد هضر العلماء في السنن الكونية ذا هضر في السنن الاجتماعية سنن قيام الحضارات وسنن دمار الحضارات اون سيفيليزاسيون يزمر تفد في القواعد في السنن انك يزمر تهود ما الا تدخل في السنن مثلا العدل اساس الملك العدل اساس قيام الحضارات ولكن الظلم عامل دمار الحضارات اتصل سيفيليزاسيون تهود يقروحا يمي ظلمت الانسان إمي زرعت الظلم وهذا مقصود من هذه الآية في سورة الكهف الآية 59 وفي سورة النمل الآية 56 ربي ناد فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بما ظلموا ذا سورة هود الآية 18 ربي ناد ألا لعنة الله على الظالمين يعني آية عجيبة سورة هود الآية 18 ربي سبحانه يلعن جميع الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين إلى أن يا ربي ذا شو الفايدة يجي وين أم صفات لي نغ الظالم ما يلي تشي سوان رفذا قروس ولكنه ملعون ربي يلعنه أي ثمثل الظلم ماشي ذيني سهلا ذيني وعرناطاس ذيني مي ربي سبحانه يحرمي ثلا في منس أدنوه في الحديث القدسي ربي سبحانه يناد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ربي ناد حرمه الظلفاطل في إيمانيو حرمه في يروان وإلا قالت خذم ظلم يروان قل آيات كثيرة وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون طيب لذلك في حديث أخرى أذكر على سبيل المثال أيضا نبي عليه الصلاة والسلام الناد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه حديث في البخاري إلى نهايته إن سلم ذي ما سنسلم أريج زار بشا في ظلم حديث واحد في البخاري الظلم ظلمات يوم القيامة ظطلان الظلم ذي الدنيث ظطلان ذي الأخر وين فينيث خدمن طيب والآية ثانية قالوا ثي دينزل ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أواخرها الآية 281 ينات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وكأن الله يقول للبشر يا معشر البشر اطمئنوا إذا جربتم مرارة الظلم في الدنيا اطمئنوا فلا ظلم اليوم لا ظلم عند الله يوم القيامة وذا الحديث الناد اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب أول الدعاء بنيت ظلما خطر ولش الحجاب
يرس أكذ ربي سبحانه، يعني الدعاء مستجاب. هناك بعض الأقوال اللطيفة في هذا المجال. أبو الدرداء أشهد إن إياك ودمعة اليتيم، حاذر أتظلم خاصتنا وجيل، أو جيل ما ظلمتي مطاون أردي فغنسقالني سوارا. إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، دعاء المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. لا تخطئ تصيب. يناد عمر بن عبد العزيز يسعيون الوالي والعامل يشبس تفرات ناس يا أمير المؤمنين شقايد ذريمان باش ادفنوغ الصور الحيض إثم ذينتيو وحصينها خدم الحصون. الرئيس كي بعث له قالوا بعث لي أموال باش ندير حصن المدينة، بعث له رسالة، ورسائل عمر بن عبد العزيز كما قلت لكم مرارا تشبه رسائل الأس أم أس، رسائل قصيرة تمشي تحكي لك. إناياس وعليكم السلام ورحمة الله، وصلني خطابكم ولاش تصبوان على طول تبغيت فراسي. إناياس فإذا قرأت كتابي، أكيد سيكتبها يتغرق سواسوا. إناياس فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل ونقي طرقها من الظلم، فإن الظلم مؤذن بخراب العمران والسلام. لحد البوال إناياس خدم إن بروتكسيون حماية إثم ذنتك سل عدل ماشي سل حيوض ماشي سل حيوض، بروتيجي ثم ذنتك سل عدل سلا جستيس. ونقي طرقها من الظلم إناياس زيزدي إفرذان ثم ذنتك سل فاطل سل ظلم ماشي سك صغار الناس يزرى إماطة الأذى. هذا يخاطب كل الناس في حديث البخاري ومسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إناس ونقي طرقها من الظلم، أم بعد إناس فإن الظلم مؤذن بخراب العمران. أي إناس ما تخذ مظل فاطل آذي هود وخامي أصرح ثمذينتيه كل شيء آذي هود. قال الإمام الثعالبي من علماء الجزائر أشهد هنا كلام طويل أشهد هنا في الأخير، من مال إلى الحق مال إليه الخلق، من مال إلى الحق مال إليه الخلق. ويني مال الحق العدل أدي مال غرس الشعب، أدي مال غرس الرعية المواطنون. أبري الناس إذا رعيت فعدل، مثواظ راعي حاكم فعدل، فالعدل يصلح الرعية. الحاكم ما يخدم لا جوستيس ميم لي سيتوان ميم المواطنين أذقرزن أذو غالن أذ حمل العدل. ما إلا الحاكم يظلم أم بعد طاقع لا من طاق، طاقع لا من طاقع رواه جزائري يا خكنا طاقع لا من طاق. أم الحوث ذي البحر أم قران يتشام شطوح، وثقر حيط عبوطي السلاز وثقر حيط عبوطي السيثوانت هكا أتصفذي يتشاي ولا يتقر عبوطي من التخمة من الشبع ويتقرح تعبوطيس سيلاز. أيوة أم بعد ولكن جماعة الخير أن وحورا غير جيم. ثمرات قيمة العدل أتصن ثمرات منها ثمرة مزواروث تكافؤ الفرص في التعليم والعلاج والعمل والدعم عند النكبات والمصائب، والحديث طويل. ذا شو المعنى تكافؤ الفرص؟ قال أخويا كشيني جان نفكاياك 500 متر بكال كشيني جان 500 متر كيف كيف تكافؤ الفرص. شيني ساد ديبلوم ليسانس ليسانس ماجستير ماجستير دكتورا دكتورا ساد دبلوم بي دبلوم بي ذا فلاح ذا فلاح إلى آخره. ولكن لا يجوز التمييز في كذاكي ماشي واقي استفكض ألف واقي 500 واستكضارا وقي معنى تكافؤ الفرص. ولكن تكافؤ الفرص لا يتعارض مع تفاضل الأرزاق. وقي 500 مترين سوسنت يخذي مالا يخدم كان 200 وقي يخدم 500 متر يخدم 200 وقد يفكي الغلة أكثر ربا
مخالفا شيء طبيعي، مخالفا ذي المواهب، مخالفا ذي الملكات، ذي القدرات، ذي النشاط. بخوني كيف كيف تقلق ثلاثة كوني كيف كيف أكا جماعة الخير سي نورمال سي هذا الراوي كي وناس تفكر 200 مليون وهذا تفكر 200 مليون وين متفكر 200 مليون أسقاس يبويد سيني مليارا وهذا يتشافنت ها مخلفان مي سي نورمال وشي قرار أي غير تخدمض التمييز الناس في كيغاون 200 200 جماك يسخذ ميثان تيخم دي زانفيستيسمون يبوي 2 مليار شيني ذا فنيان أتصد كان دي راس المال. لذلك فلنحذر تكافؤ الفرص لا يتعارض مع تفاضل الأرزاق، وربنا هو الذي قال في سورة النحل 71 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وناد في سورة الزخرف الآية 32 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أي غر ليتخذ بعضهم بعضهم بعضا سخرية بعضهم بعضا سخرية معنتها هذه لي وندا خدام يرتقي وذي يغال ذا معلم الله يبارك اللي يستخدم يخدم يخدم الله يعينه وظيف غادي يقيم تجيون النيفو ذا الله يعينه. هذا هو وقد قالها الشاعر زمان الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. احنا الذي يهمنا هو تكافؤ الفرص ذايا كان مثل كذا الفرص كيف كيف ياكل لي زوكازيون غاكل لي بوسيبيليتين غاكل لي موايان كيف كيف ام بعد النشاط ذاكي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اكتفي بهذا. ثمرة ثانية إقامة التكافؤ الاجتماعي بين الناس الضعفاء العجزاء المغفان معذار وجلان ثجال وكذاك كامل لازم يكون مبدأ التكافؤ الاجتماعي. ثقي ثمرة من ثمرة تكافؤ قيمة العدل يكون كيف كيف ماشي أوجلك يعوث وقيت جيث ماشي جللك يعوث وقيت جيث وقي غليا سخام عوذس وقيت جيث لا في كذاك كلها لا تجوز. لذلك ربي سبحانه شرع فريضة الزكاة، الزكاة تستجيب لهذه الأمور والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المعارج 24-25 وذا ربينا في سورة التوبة الآية 60 في قناغيد للفقراء وإنما الصدقات للفقراء والمساكين يعني الأصناف ثمانية اللي كاتيجوري الأصناف يكتوين الزكاة العشور ثمانية الفقراء المساكين وكذا إلى آخره من شرحيته في موضوع الزكاة فيما سبق. سورة التوبة الآية 103 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فرض الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مال فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا يعني أولاد ضائعين لا مال لهم إن أدفى إلي وعلي. حديث صحيح متفق عليه. ما أنت باش نزر دور الحاكم دور الحاكم في الأمة ما ينمث جاتريكا والراويس ما يجاتري درسين را الأمة الحاكم ولي الأمر يتكفل بهم. ثم عن طريق موارد أخرى إذا لم تكفي الزكوات لتلبية حاجية الأمة والمجتمع الأمة الحاكم يسالح قد يفرض حقوقا سوى الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام الترمذي إن في المال حقا سوى الزكاة. من بعد عن طريق الصدقات يعني التبرعات فقد ربي سبحانه ماشي كان العشور يقول لن تغ الصدقات إن ذي القرآن في سورة 7-39 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أكن الصدقة ربك دي عواض هذه في الفركة ذي الأرزاقيك وإن ذي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بعد الناد سرا وعلانية في سورة البقرة 274 وقذين فقان تصدقا أما ذقيض أما ذقواس أما في السر أما في العلن وناد في سورة العمران 134 الذين ينفقون في السراء والضراء. إذاك جماعة الخير في خاتمة هذا الدرس أقول أنه شرع الله عز وجل أماكن إغدي فكاء القواعد كيف نوزع الأموال على مستوى الفرد عن طريق الهبة عن طريق الوصية عن طريق الميراث عن طريق الحبوس عن طريق الأوقاف يفكي غدا القواعد والقيم أمشي توزعن الأرزاق ذي الأمة جغون ثلويث أرثني ليث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى أنت
الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.